السلام عليكم ورحمة الله. الفيديو ده بسيط جدا، مجرد بس أقول فيه شوية ملحوظات أنا بعملها على طول في الكود وأنا بكتبها، بتسهل عليا الأمور بسرعة، وبعض الملحوظات على البرنامج بتاعنا البراكتس إن شاء الله. طيب، واحدة واحدة. أول حاجة، لو أنت عايز تغير الثيم بتاع اللون يعني بتاع البراكتس، بتروح على الفيو وتقول له الثيمز دي، يجيب لك أنواع الثيم تختار اللي أنت عايزه. طب أنت لو مش عندك الأنواع دي كلها عايز تسطب ثيم معين، فببساطه تروح على النت وتقول له مثلا الثيمز بتاعه البراكت، هيجيب لك انواع معينه تسطبها هنا ازاي. هتيجي على اليمين، الجزئيه البار اللي على اليمين ده، تختار تاني واحده اللي هي الشنطه دي، تكتب الاسم بتاعك هنا، يعني تيجي تدوس على انستولد هنا كده وتكتب الاسم هنا، هو بيحمل الاسم اللي انت عايزه، فهتلاقي ظهر، هتلاقي ظهر عندك هنا، تقول له انستول. عندك على اليمين كده يظهر انستول كمان شويه قبل ما يخلص التحميل ده، ايوه. هتيجي مثلا اي ثيم عندك تقول له انستول، دي معظمها كلها ثيمز، هتيجي تقول له انستول فتلاقي اتسطب معاك. انا معظم يعني مسطبه. لو انت عايز بقى ثيم جديد تيجي تكتبه او تنزله عندك عادي من النت، مفيش مشكله. طيب حلو، وتيجي تختاره من الفيو الثيمز اللي عندك هنا، تمام جدا جدا. طيب، تاني حاجه اللي هي اللايف بريفيو، بدل ما تفتح كل شويه البراوزر وتقول ريفريش ريفريش ريفريش، لا، انت ممكن حاجه هنا على طول بتساعدك اللي هي برضه في البار اليمين، اول حاجه دي اسمها لايف بريفيو، تدوس عليها تفتح لك الجوجل كروم اللي على طول بقى. مثلا لو كان كتبت هنا اي حاجه، هكتب مثلا ديف جواه مثلا كلمه ديف واجي اسيف، بس هروح على البراوزر هتلاقي كتب كلمه ديف من غير ما اعمل ريفرش. طب مثلا نيجي نلونه ونتاكد، هتيجي هنا مثلا على الستايل تقول له مثلا الديف ده هيكون الكلر بتاعه لون مثلا زي اللون اللي هو الاخضر، وتسيف وتروح على البراوزر اهو، تلاقي اللون بتاعه اخضر ممكن مش باين، نقول له اللون احمر اللي هو ريد، وتسيف وتروح على البراوزر تلاقي بقى فعلا لونه احمر من غير ما تعمل ريفريش. ده اللايف بريفيو اللي هو بيعمل ريفريش لوحده يعني. طيب حلو، نتكلم بقى على بعض الاختصارات اللي ممكن تساعدك وانت بتكتب بسرعه عشان تنجز يعني. طيب دلوقتي مثلا انا عايز اكرر الديف ده 4 5 مرات، ممكن بقى بدل ما تيجي تحدد كده وتقول له كنترول سي ثم كنترول في، لا، قال لي في اختصار اللي هو تيجي على اخر حاجه كده وتقول له الحاجه اللي انت عايز تكررها، يعني تيجي تقف على اخرها وتقول كنترول دي، كنترول دي يعني دبل كي تكرره، اقعد دوس كنترول دي هتلاقي بيتكرر معاك. بستخدمها على طول انا بكتب مثلا اللي هي ال ال اي بتاعتنا اللينكات او كنترول دي، فهم يظهروا تحت بعض على طول. ممكن انت بقى لو عايز تعمل كنترول سي كنترول في عادي، مفيش مشكله. طيب تاني حاجه اللي هو لو انت عايز تحدد الجزئيه دي كده كلها من اول هنا لحد هنا، عندك طريقتين من غير الماوس طبعا، عندك طريقتين. تيجي في الاخر كده تدوس شيفت وتستخدم الاسهم بتاعتك اللي هي الاسهم بتاعت الكيبورد اللي هي اتجاه اليسار، تقعد تدوس عليه لحد ما يوصل للاخر، او من اليمين برضه تدوس شيفت وجهه اليمين. او حاجه ثانيه بقى سريعه، سواء انت واقف هنا او واقف هنا، عارفين الجزئيه اللي عاملين في الكيبورد عندنا فوق اربع زراير اللي هو هوم واند وبيج اب وبيج داون. انت واقف فين دلوقتي؟ انت واقف في البدايه، يعتبر بدايه الديف، خلاص انت عايز توصل لنهايته، فتدوس ايه؟ تدوس شيفت ثم اند، فتلاقي حدد لك البتاع. تيجي هنا مثلا، طب انت لو واقف في النهايه يبقى تدوس شيفت هوم البدايه. طب انا واقف هنا مثلا، وليفترض انا واقف هنا وعايز اخد كوبي كل الجزئيات من اول هنا لحد تحت خالص، فتدوس ايه؟ شيفت بيج داون، اللي هي مكتوبه بيج داون، بيج بي جي دي ان، اه لا، تدوس شيفت بيج داون فيجيب لك كل اللي تحت. طب عايز اللي فوق كله، فتقول له شيفت بيج اب فيجيب لك اللي فوق كله. طيب حلو، عايز مثلا زي ما قلنا الهوم او الاند، شوف اللي انت عايز تحدده مفيش مشكله. تفتح مثلا ملف جديد يبقى كنترول ان عادي، معظم كلنا عارفينه كنترول ان اهو، يفتح فايل جديد اللي هو بدل ما تقول بقى فايل ونيو كده. عايز مثلا اللي هو مثلا بعد ما تخلص بقى الكود بتاعك وتفتحه مثلا لايف بريفيو، عايز تشوف الكود اللي هو الفيو بيج سورس، مش لازم بقى تدوس كنترول اي كليك يمين وفيو بيج سورس، لا، على طول كنترول يو يفتح لك البيج سورس بتاعتك. ممكن برضو اختصار في ناس عارفاه وناس مش عارفاه، تمام جدا. يبقى دي معظم الاختصارات اللي انا بستخدمها بسرعه يعني. تاني حاجه مثلا ممكن معلومه برضو اللي هو عايز تحرك دول كده، تحركهم كلهم مثلا مسافه قدام، فتقول تاب فتحرك المسافه قدام. طب عايز ارجع بقى، ما فيش حاجه اسمها لو دوست باك سبيس هتلاقي كله اتمسح، لا، بتدوس شيفت تاب، عكس التاب شيفت تاب، فيرجع لورا، تمام جدا جدا يعني. دول معظم الاختصارات اللي بستخدمهم يعني. لو حد ممكن، اكيد في ناس عارفاهم وناس مش عارفاهم، قلت بس اعمل فيديو بسيط عشان في حد سالني يعني عن الفيديو عن الاجزاء دي بسرعه. اتمنى يكون الفيديو لو فاد معلومه بس بسيطه. جزاكم الله كل خير، السلام عليكم ورحمه الله.